بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا جماعة؟ الشرح ده يهم الناس اللي هي بتجمع ساتوشي، يعني بتحبش الاستثمار لانهم بيقولوا بيخسروا فيه، او ناس بتقول حرام. فالموقع ده جميل جدا، يعتبر زي لعبة كده. انت هتخش، انا هسيب لك رابط الموقع في البوست، رابط بريفرال ورابط من غير ريفرال، عشان في ناس بتزعل لما بتسجل من تحتنا. هتكتب يوزر وباسورد وتعيد الباسورد، ولو في انت مسجل عن طريق حد مكتوب اسمه هنا، و اسمه عنوان المحفظة بتاعتك والايميل ادريس، يستحسن يكون جيميل، وتكتب الكابوتشا وتتك كريت اكونت. بعد كده يجي لك رسالة تفعيل على الايميل، تروح مفعل بيها، تعمل لوجين. هتعمل لوجين، تكتب اليوزر والباسورد والكود 9 2 9، لوجين. او زي ما انت شايفين دخل هنا، بيكتب لك السكور بتاعك كله. هنا بيكتب لك السكور اللي هو اتجمع دلوقتي. المستوى الاول بتاعك بيجمع 240 ساتوشي في الساعة. اول ما بيوصل ل 320 بيبطل العداد ده، بيقف، لازم تسكولكت عشان يبدأ يعد من جديد. السحب في الموقع بقى موجود على الفاشوت بوكس، وده بياخد 2% عمولة، او ممكن وحد ادنى للسحب 100 ساتوشي، او ممكن دايركت على المحفظة على طول. بس حددنا السحب 25,000، وبياخد عمولة 10,000 ثابت. انت طبعا لو هتسحب 25,000 بس، هترخم معاك انت تروح سواك 15، تبقى وحش. لكن لو انت واخد هتسحب مبلغ كبير فوق المليون ولا حاجة، مش تفرق معاك العشرة دي. تمام. مكان الايام وركينج ديت بيبقى مكتوب هنا ايام فري، والصورة دي بتبقى مكررة هنا، بيبقى مكتوب لك كليك هير تو ورك هارد او تو حاجه غير، يعني حاجه كده. انت بتروح دايس على كليك هير، بيبدا بدل ما هو بيجمع 4 ساتوشي في الدقيقه، هيجمع لك 6 ساتوشي، بيزود 2. الخيار ده بيبقى 20 دقيقه، لازم انت تطلبه كل 20 دقيقه عشان يبقى متفعل. في هنا الديلي جيفت ده بيديك هدية كل يوم، ممكن تجيلك مرة أو مرتين في اليوم انت حظك. أنا جاتلي النهاردة 3 مرات، سبحان الله يعني، واستخدمتهم الثلاثة فمش متاحة دلوقتي. بيجي لك 3 صناديق، انت بتختار اي صندوق فيهم، بيروح مطلع لك لدي، ممكن ساتوشي او ممكن كورة بوكيمون. دي اكسبلور ديت بتبقى متاحة لما توصل لل 3000 سكور، اهو يو ماست بي كولكت 3000 ساتوشي تو انلوك ذس برايم بريميوم اريا. تمام. في نظام ال في الجزء ده اللي مكتوب عليه سون، لسه ما نعرفش هو بتاع ايه لانه لسه جديد، فما نعرفش هو بتاع ايه. ده في الفوتس، الفوتس ده كل ما تكون مأكل اللاعب بتاعك ده اكتر، كل ما تكون صحته كويسة، فيقدر يجمع ساتوشي اكتر. يعني انت اول ما بتبدأ بيبقى معاك نقطتين بس، انا جمعت دول، يعني كل اكلة بحوالي نقطتين او 3، مش فاكر بالظبط. في نظام الريفلر، بتاخد 20% على الريفرال بتاعك، ويديك اللينك وانت بتنشره للناس، وتجيب ناس تسجل تحت اسمك. وفي بانرز لو انت عايز تحطه في الموقع بتاعك، وبس عشان نفعل الاد بلوكر. ثواني اقفله وارجع لكم. اه يا جماعة، ادي كل بانر قصاده المساحة بتاعته. انت بتاخد الصورة كوبي او تحفظها عندك، وترفعها على المكان اللي انت عاوز تعمل فيه ميزان مدونة مثلا، وادي اللينك بتاعها لو انت هتحطها في سكريبت على طول، وبتحط الرابط بتاعك جواه. تمام. اللي يدوس على الصورة يروح متحول على الرابط بتاعك، يسجل من تحتك 20%. في الابجريد ده انك تراقب المستوى بتاعك. انت في المستوى الاول، انا شايفه احسن مستوى حاليا، لان احنا معناش كور. الكور انت بتجمع 3 في اليوم، ممكن 2 بس ما يزيدوش. يعني الاولاني ده ب100، هو بيمدولك اصلا في البداية ب100 ساتوشي، هو مدولك تلقائي. سرعته 4 ساتوشي في الدقيقة، بيوصل لحد 320 ويقف. التاني ب100 برضو، بس بيوصل لحد 520 ويقف، وسرعته 2. انت لو هتحسبها هتلاقي ان ده افضل معاك واسرع، يعني لما تيجي تستخدمها تلاقي اسرع معاك. انا هعمل
عملت كده واشتريت ده، بس لقيته بطيء ومش كويس، رحت لغيه ومشتري ده تاني. فانت ما تشتريش وترجع تشتري من جديد وتضيع فلوس على الفاضي. ده لحد ده شغال معاك على طول مدى الحياة، وده شغال معاك على طول. اللي يبدأوا بعد كده بقى يجيبوا بالأيام، يعني ده سعره 5 كور بياخد معاك 3 أيام بيجمع 700 وهكذا لحد آخر واحد شاب كوين بيقعد معاك 30 يوم، بيقفل العداد عند 100,000 ساتوشي، بيجمع 300 ساتوشي في الدقيقة. وفي الشات ده الأعضاء بتاع الموقع بيتكلموا كلهم أجانب وروس ومش هتفهم منهم حاجة، فأنت خليك في التجميع بتاعك وخليك شغال. ادي في اسك تو ورك اجين، لو انت دوست عليها هيبدأ العداد بتاع القوة ده يبدأ من جديد، ال20 ده يبدأ من جديد. وورك ويل اكسبيرن الشيمنت وكولكت يجيب لك الهدية، انك ربحت 40 ساتوشي. لو جاب لك هدية اكل او حاجة، ال40 ساتوشي انت تاخدهم، والاكل هتاخده برضه. يعني هو بيجمع الاتنين مع بعض، ما بيدكش حاجة على حساب حاجة. الاكل لو انت جبت اكل بمكتوب لك هنا ولازم تخش تاكله. تمام كده انا جبت الموقع كله، مفيش فاضل حاجه. لو انتوا شايفين حاجه ناقصه قولوا في الكومنتات وعرفوني، هسيب لكم لينك ريفرال ولينك من غير ريفرال برضو زيكم.